الحمد لله الامور طيبه، وهناك يعني صراحه في تنظيم، وصراحه يعني احنا سمعنا ان في 25% نسبه اكثر من العام، ولكن الحمد لله كل شيء منظم وسالك الامور، والحمد لله حجينا ورمينا الجمرات وكل شيء اوكي. واشكر مطار الكويت على الاستقبال اكثر من رائع، واشكر الحكومه السعوديه على الشيء اللي سووه، نفسكم استقبلونا بنفس الاستقبال، صراحه السعوديه كفت ووفت. الحمد لله شكر، ما في اي اصابات. بالنسبه للعسكريين هناك والجنود والشرطه كلهم متعاونين. اروح الحج من هالسنه، يعني ما شاء الله السعوديه مسهله لنا من كل شيء، سهلات الحملات ما قصرت، الحمد لله تمام، الاجواء تمام والخدمات ممتازه والله يعطيهم العافيه، يعني تساهيل من الله الحمد لله رب العالمين. تريات من الحج الحمد لله، الحمد الصراحه اجواء وايد وايد حلوه وروحانيه، ونشكر سلطات السعوديه على اللي سووا لنا اياه، سهلوا لنا امورنا، والحج كان وايد 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 سهل ولله الحمد، وهذا اول حج لي، والصراحه يعني شيء روحاني، شيء يعني ما تتصورونه ولله الحمد.